السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، سوف نعرض عليكم سلسلة من قصص الأنبياء بعنوان قصص من داخل بيت النبوة كل أسبوع، وقصة اليوم بعنوان كيف خلق آدم وحواء. بداية خلق. جرى سنة الله تعالى في الكون أن لكل شيء بداية ونهاية، ولكل أجل كتاب، فكل ما في الأرض والجبال والكائنات الحية والمتاع لم تكن شيئا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. فالله سبحانه كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء. فبدأ بخلق العرش ثم القلم، حيث ورد في الحديث الشريف أن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب، فقال القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد. ثم خلق الله سبحانه جميع ما في السماوات والأرض من كائنات، وجعلها كلها مسخرة لخدمة الإنسان وسعادته. قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولما كملت الخلائق كلها من السماوات والأرض وغير ذلك من المخلوقات، أخبر الله تعالى ملائكته بأنه سيوجد الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكان حينها خلق الإنسان هو بدايتها. كيف خلق آدم؟ أخبر الله تعالى ملائكته بأنه سيخلق بشرا من طين، حيث ورد في القرآن الكريم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وقد شكل الله تعالى هيئة آدم التي خلق عليها بيديه، ثم بقي نموذجا شكله 40 سنة صلصالا كالفخار. وكان إبليس يمر من جنبي وينقر عليه فيصدر صوتا كالنقر على الفخار. ثم بعد 40 سنة نفخ الله تعالى فيه الروح، فانبعثت فيه الحياة في جسمه حتى وصلت روحه إلى رأسه، وعطس وقال الحمد لله رب العالمين. فقال له الله يرحمك الله، وفي رواية أخرى رحمك ربك يا آدم. وجعل الله تعالى يوم خلق آدم يوما مميزا وعظيما، حيث كرمه بسجود الملائكة وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعدوا له ساجدين. فكان السجود له قمة التكريم والتعريف بقيمته وقدره عند الله تعالى. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف كيفية خلق الله آدم أنه من طين الأرض التي عاش عليها، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والسهل والحسن والخبيث والطيب. وذلك أما شكل آدم عليه السلام حين خلق، فقد ورد في الحديث إذ قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وقد اختلف العلماء في تأويل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم ذكر أن المقصود هو صورة آدم عليه السلام التي تقلب فيها في الجنة ثم نزل فيها إلى الأرض،
وأن آدم عليه السلام خلق على تلك الهيئة دون أن يمر بمراحل عمرية في الصغر، وبدون أن يكون له رحم ونسل سابق. فقد ذهب بعض العلماء كالنووي والمناوي أن ذلك المقصود من الحديث الشريف، ورأى علماء آخرين كابن رحمه الله تعالى أن المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته، أي على صورة الله تعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقصد أن وجها يليق بخلق الله تعالى. الحكمة من خلق آدم. إن من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى الحكيم، فلا يمكن أن يأمر أمرا أو يخلق خلقا إلا لحكمة بالغة يريدها. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تعالى خلق الخلق لحكمة ولغاية سامية وأمر عظيم. فالمؤمن يعلم أن ربه ما خلقه عبثا ولغوا، وإذ نفى ذلك الكافر وأنكر. قال الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وبينما خلقتها باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإن في تكريم الله تعالى للإنسان عن دونه من المخلوقات بسجود الملائكة ولا بخلق العقل والإرادة. ثانيا، حيث بين الله الحكمة والغاية الرفيعة في كتابه الكريم، فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وإن من أعظم الأوامر توحيد الله تعالى وعبادته كما أمر، ومعرفة صفاته وأسمائه والانقياد لها. فإذا أيقن الإنسان ذلك نجا وفاز برضوان الله تعالى وحسن الخاتمة، وإذا كفر وجحد وابتعد عن حكم الله وأمره فقد خاب وخسر يوم يلقاه. وإن من الابتلاء والامتحان أيضا استخلاف الإنسان في الأرض، إذ جعل الله تعالى الإنسان خليفة في الأرض يصلح فيها ويبذل جهده لذلك ويزيل الأسباب الفساد وأصحابه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن راعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو المسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيتها وهي المسؤولة عنهم، والعبد راع عن مال سيده وهو المسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته. فأكد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان مهما كبر مقامه أو صغر فهو في مقام مسؤولية يسأل عن أدائها أمام الله تعالى، حيث أن ذلك من قبيل استخلافه في الأرض وأداء أمانتها وأداء ما عليها من واجبات.